بيضاء. غنسولك واحد السؤال سي كريم الوراق، واش كنت؟ كريم كناني. راسك بنتك. كريم حشوم عليك، علاش بدلتي النمر؟ علاش سديتي عليا؟ كريم توحشتك. فريد رجع للبليه، قرقرها شرب ومشى لكيطونجي ودار نرشوها. شوفي غتهضري مع داك الرعواني غتقول ليه دار مني اتونسيون، ولا انايا راه والله ما نصلح ليكم. انا حامله بولدي غيته باش تسمح بولدي ونخليه يتربى بالبوه. عرفت بان الباتول كذبه، مرة خلصتوها باش تمثل عليا. كريم ولي دار على غيته، هو اللي لعب عليها باش تخوي الدار، هو اللي بعدها عليك. واش غتقولي شكون معايا ولا غنقطع؟ انا اللي غادي نقطع، ولكن قبل خاصك تعرفي باللي كريم هو سببك. ما عرفتكم واش حاسين بها ولا ما حاسينش بها، ولكن راه كملنا. عشني كملنا. ما عرفتش اخويا انا فرحان من والو. انت حنا يلا قلنا بسم الله كريم. لا راه بصح كملنا قريتنا الدراري ودابا عاد غنبداو الحياه. وانت شنو ما تعرفش تفرح؟ انا بعدا فرحان حيت انا وصحابي والناس اللي عزاز عليا كملنا قريتنا وتخرجنا. فرحة اخويا كريم، انت اللي جات معاك تفرح. عمر من الاتيديو غادي نولي شومور انا كيبان لي. كنت نعرف نزغرت كون زغرت. انا بعدا غادي نولي اكبر محاميه، وغادي نتهلا في المساكن، وغادي ندرج معها فابور ونخدم كاع هذوك اللي فحلمش اللي ما عندهمش. اي واحد طغى عليه حقه غادي نردو ليه. اش بان ليكم؟ شي سؤال اش بان ليا انا على ضدك؟ غادي ندير محامي وغادي نخدمك عندي ونولي نخلصك باش ما بغيت انا وتولي داخله خرجه عندي كتبو عندي. اش بان لك؟ ياك دابا نشوف شكون غيوصل، انا ولا انت؟ انا مالك انت باغي تولي محامي؟ لا لا ماشي محامي. اللي بغيتها كتبغيها كريم ولا؟ انا بغي نخدم مزيان، بغي نتصوفى ندير العلاقه مزيان، ونجي ندبر على الوالده ونفرحها ونفرح مالي الدرب كاملين. انا بغي انا بغي نهرب من الفرحه. كريم اجا صح. كنشكركم بزاف على الثقه ديالكم فيا، هذا شرف كبير ومسؤوليه كبيره بزاف، وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم كاملين. من اليوم اي قرار، اي بروبوزيسيون، اي كونطرا خاصها تفاليدا في هاد الشركه نشوفها انا، نفاليديها انا. سي فريد غادي يغيب مده طويله، هادشي علاش ان شاء الله انا وهنا غنديروا اكثر من جهدنا باش نمشيو بكيت طونجي لبر الامان. عندي طموح كبير باش نوصلوا بكيت طونجي بعيد، ديمارشي جداد، دي سيكتور جداد، وكي طونجي تكبر كتر وكتر. إلا مشى فريد جا كريم. كي طونجي خاصها تكمل بفريد ولا بلا فريد؟ وي الو كريم، معك فؤاد. فؤاد بغيت نشوفك ضروري اخو، عندي ما نقول لك. اش ندوي؟ مهم مصلحتك تجي يا كريم، انا نخلي لك في ميساج فين وامتى وجي لعندي. يلا حيد. علاش اخوك كضحك؟ اشوف اليوم ما خصكش تمشي نتايا،
توقف على هذاك كريم تشنق عليه وحمر فيه مزيان باش تاخد حقك. راه ما كاينش اللي واقف لك في طريقك انت والمدام ديالك. قدك خونا قدك كيكي مترو لارو وسولني انا اللي كنعرفو مزيان. كدوي بحال عارف انت ما عارف والو اخ. عارف شنو بينه وبين كريم؟ عارف سمعني عطيني سير. هذاك الشيء اللي درت مع كريم ماشي ديال الرجال. انا غنقول لك وقول لي واش ديال الرجال ولا لا. سير انا كريم فاش كان واقف عليا عشيري مشيت خليته سمحت فيه وملي رجعت شنو درت؟ اش درت؟ اش درتي؟ خديت لي الدريه ديالو. هادي فعايل ديال الرجال السكافاندري. مالك مالك اصاحبي؟ انا غطيرني اليوم انت. شوف ما خصكش تبقى تفكر بالطريقه يبغاك هو تفكر فيها. فهمني يا صاحبي واش كتهضر عليا على كريم صاحبي اللي خلى امو؟ كريم صاحبي اللي تخلى على اختو؟ اختو اللي جا واحد وخلاها ولاحها بكرشها. كريم اللي خلى سعاد ها كان غيلوح على الحفل كان غيخرج على مستقبلك وماشي انت جيتي وصوفيتيها ورجعتها للطريق. كريم صاحبي يدوز معايا انا الكاش وغدرني ومعقلش على العشره يدوزنا تما. شوف انا كنعرفو مزيان واليوم غنصفيو ليه حساب. شوف 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 خاصك افندري. شوف واخا انا باغي نصفي حساب مع حتى شي حد انا باغي نتلاقى مع كريم نقول له خليني انا وديك بنت الناس اخوا نعيشوا بسلام هادشي اللي بغيت. الا عندك شي حساب انت دبر راسك مع كريم اخويا. اليوم غنهنيك من كريم اجامي. شتي اش دارت بيا الايام؟ عمري ما كنت كنظن بان غايجي واحد النهار ويتزوج عليا فريد وتزوج عليا سخابيه وسخاب العشره. كنت كنظن راسي باني انا هي غنكون مولات الدار ولاله الدار ونوارت الدار ولكن لا كنت كنظن يعني فاش غنكون ظريفه مع لاله ماما وكنطيع كلام ديال سيدي فريد غادي يزيدوا يحترموني وغادي يزيدوا يقدروني. زعل لا اللي بغى يدير شي حاجه يديرها ولكن صريا صغي تسمع الكلام وتطيعو وما تعطي رايها حتى بشي حاجه. خصني نتبدل ياك خصني نولي صريا واحده اخرى نطير نتبدل في كل شيء في تصرفاتي في هضرتي. هادشي اللي قالت لالا ماما قالت لي خصك تبدلي في كلامي وفي مشيتي وفي الباسي باش سيدي فريد يرجع لي نولي نعجبو. انا غادي نعجبو مات واش غادي نعجبو مات قولي علاش جاوبني حتى واحد ما كيجاوبني. جاوبني 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 علاش علاش ولكن انا غنتبدل كما قلت لك حتى انا غنولي عندي الكلمه في هاد الدار. الو الو هناء الكناني ويشكون معايا؟ تولي راسك شكون هو راجلك اللي مزوجه بيه؟ كيفاش كيفاش تسول شكون راجلي بعدا؟ كريم لعب عليك ولعب على غيتا. اشنو كريم كذب عليك؟ دابا انت ما عيطلي باش تقول لي راجلي كيلعب عليا وعلى غيتا. سمعني نقول لك جوج كلمات الا كانت مصيفطاك غيتا سير قول لها وقول راسك باللي تقلب على شي حد اخر وتنسانا. ودالي طلعي شوفي بعينك حماتك جالسه مع لالاك ماماك. اشنو كيفاش لالا ماما جالسه مع حماتي؟ سمعني راجلي مقطوع من شجره وما عنده حتى شي حد في حياته.
ايوا طلعي وشوفي بعينك الشجره اللي مقطوع منها. الو شكون انت؟ الو الو انت السبب، انت اللي خرجتي عليا. الباتول سر دفنا انا وياك 30 عام هادي. حيا وصل سيري فريد، كلشي من تحت راسك اكلتهم كلشي. لا لا ماما، سرك عمرني ما عاودتو لشي حد اخر. كريم راه عجينتي يديك وراه ما يدير حتى حاجه، راه ما يغدركش. غدرني سيدي فريد، عرف بقصد الباتول وعرف بلي كنت مغرقاه في الكذوب باش نبعدو على الطريق اللي كان غادي فيها. سيدي فريد ولدي اللي ما كانش كيرد عليا الهضره ولا كيخبط عليا البيبان، ها ولا يهز فيا عينيه، كلشي من تحت راسك. انا مزوقه فكره لماما، غير تهدني راه يكون الخير ان شاء الله. منين غادي يجي الخير والقدر عايش معايا؟ منين غادي يجيني الخير وانت مصيفطه ليا السوسه معيشه معايا في داري؟ ها دادا حوري عطيني هذاك التليفون. يا ربي السلام، يا ربي يا ربي دير تا ولد الخير. يا كي جوج عارفه شنو كيدير؟ عيط عليه انتيا. انا عيطي ليه من تليفونكم اللي جاوبك دوزيه ليا. واخا كي جوج ما عرفتش شنو تحس راسو هاد كريم ولد الخياطة هذا، ما عرفتش. انتي هي موت كريم؟ قلتهم الخياطة هي موت كريم؟ شكون قال لك هادشي؟ ماشي مهم شكون ولا كيفاش، المهم هي نعرف شكون هو كريم وفين هو دابا. انا عرفت بعدا شكون هو، شوفوني شنو واقع. ما واقع والو بنتي، كلشي بخير وعلى خير، تاهب خدمتك. وراجلي بمن انا مزوجه؟ واش كريم ولد الخياطه ولا لا؟ ما عرفتش، ما في خباري والو انا. شنو واقع؟ ما بقيت فهمت والو. كريم اليتيم استقوى ولد الخياطة، كريم اللي مأمناه على راسي، خدني مع غيتها وطلق مع هاد العشية. أنا بغيت نعرف شنو واقع، شكون هو كريم؟ شكون صيفط لك هاد التصاور؟ خصني نهضر مع كريم، هو اللي غيشرح ليا شنو واقع. خصنا نهضرو مع باباك، يدير شي حاجة قبل ما يندم عليها. فين غادية؟ ودابا فين غيكون كريم؟ عرفت شكون هو كريم بعدا؟ بارك عليا راسي غادي يطرق. السوسة دخلت لدارنا نخرجوها، قطعوا باباها من الجدر. ودارنا كتبقى دار العز والكرم، دار النصر والهمة والشان، وهادشي اللي وقع غادي يبقى غير تعاويد. بارك الله ماما، حتى لقاو كريم وبابا وديك الساعة نتحاسبوا. ماشي بهاد الطريقة كنتكلموا مع لالا ماما. ماشي هي شهادة يا لالا ماما. بركة خلينا نعيشوا بالخير. هناء شوفي يا بنتي تبارك الله على هاد الوريدات تفتحوا ولوا على مزيناتو. خودي مالك يا بنتي، ياك لاباس؟ والو ماما، غير مشيت لي وصافي. هناء انا ماماك وراني حاسه بيك، اشنو واقع؟ عودي ليا. انا حامله. حامله؟ واهدي خبر زوينه بنتي، مبارك مسعود. الله يا ربي، دابا انا وليت جده. شوفي انا اللي غادي نتكلف بيك، ماكلتك بصحتك بكل شيء حتى تولدي ان شاء الله. هادي خبرة بنتي زوينة، علاه كنتي مقلقة؟ حقيقة ماما مبقيتش عارفة واش نفرح ولا نبكي. شو واقع؟ هي
مشوشة مع كريم وصافي. مالو كريم؟ ما غاديش يعجبو الحال، رب الفرحات عليه، غادي تجيب ليه بنية ولا وليد، كيشبع ليه ولا كيشبع لك انت يا الزين. مالك بنتي؟ يكونوا كيشبعوا لكريم. كريم اللي كتب عليا بزاف ديال الحوايج. ماما كريم اللي كان كيقول لنا بلي ما عنده حتى شي حد في الدنيا، صدقت الخياطة ديال لالا ماما هي مو. كيفاش؟ قلتهم؟ قلتهم هي موت كريم؟ أويلي تيقتي هاد الهضرة؟ ماما ما قال لي حتى شي حد، شفت بعيني راه جالسة مع لالا ماما الفوق. أويلي استغفر الله العظيم، اش غادي نقول لك يا بنتي؟ شوفي حتى يجي راجلك ودوي معاه، ما تسرعيش ياك ماما. ما تسرحش حسن لقى راسي في حالك، بقى عايشه في دار غفلون. ما شفتيش الناس كيصيفطوا ليا في التصاور كيقولوا لي شوفي راجلك مع غيتا؟ غيتا؟ ويلي استغفر الله العظيم، ويلي على هاد غيتا ما كفاهاش باباك عاوجه تنقط على كريم؟ يا ربي. شوف ماما نسى هادشي كامل، انا وياك خصنا نخرجوا من هاد الدار ونبداو حياه جديده. كيفاش بنتي؟ انا نخوي الدار؟ انا الدار هادي انا تزوجت، انا ولدتك انتي وتربيتي انتي، حياتي كلها في الدار. ولالا ماما لما نخليها؟ كتفكري في لالا ماما وهي فكرات فينا؟ ماشي هادشي كامل جمر تحت راسها. بارك علينا من المشاكل ماما، تقدري تعولي عليا. مشيو انا وياك نقلبوا على دار جديده ونبداو حياه جديده حتى يجي ولدي ان شاء الله. انا يهز عليا نخرج من هالدار، ولكن بنتي على ودك انتي ندير اي حاجه وغادي نتبعك فيما مشيتي. كوني هانيه بنتي، كوني هانيه، غادي نبقى معاك حتى تولدي وانا اللي غادي نربيه معاك. صافي. كريم تعيا ما تخبى، والله تا غنجبدك غنجبدك. انا كنقولها عليك، ما عندك فين تمشي، غتخلص كل كذبه كذبتيها عليا، غنشدك والله تا غندفنك حي. ما عرفتيش ما نطحتي يا وليدي، انا غنوريك فريق الكناني اش كيسوى. شنو دابا؟ شنو نخرجوا هاد العشية يا حبيبة؟ أعطيني داك التليفون. أه؟ شتي هاد التليفون؟ أنا اللي شريته لك. سوار الطوموبيل. هاهما. شتي هاد الطوموبيل؟ حتى هي أنا اللي شريتها لك. لا شوميز اللي لابس، أنا اللي شريتها لك. شتي أنت كلك؟ أنا اللي شريتك. نزل. واش تسطيتي؟ كنت مسطيه. شوف بابا المهدي، سير قلب على شي وحده دوخها بداك جوج كلمات. نزل. والله حتى انت اللي مدوخاني، ما كاينش شي وحده غيرك. فهمتينيش؟ قلت لك نزل. شنو دابا؟ واش غنزل؟ سير قلب على شي وحده قدك.
صبحتي شاده داك التليفون في يديك حتى وجدت الشاي. علاش عذبتي راسك يا سعاد وانت ما قادره توقفي؟ واش بنا ساندويتشات غير عند بر السولي؟ ماشي مشكل كي حنا متفقين انت تصاوبي الغدا وانا نصاوب العشاء. عديش عليا امي ما كتجاوبنيش. ياك ما كتهضري مع امين ولا والد؟ واش تسطيتي انت ولا مالكي؟ لا لا ميمكنش مشيت بات في طنجة وما تجاوبنيش. ميمكنش شي حاجه كاينه تما. اختي امينه بلا ما تشطني راسك تلقاي هذا دابا جالسه مع كريم ومراتو كيتعشاو نساتو حطات التليفون فشي بلاصه صافي غير تهني. ما علينا اليوم انا راه غنبات معاك صافي خلينا بدر نهضروا على خاطرنا. مرحبا بك اختي امينه. غير انا كنحس براسي ماشي هي هذيك مريضه ماش كيت عليك وظهري كيضرني خاصني نعس باش نرتاح. ياك لاباس يلا بسم الله كولي. اش باغي تدوي معايا؟ دوي جيب معاك الحميه. راه ما كاين لا حميه لا والو ما تدويش مع فؤاد تفهم معايا انايا السكري السكري مالو عمر بيه فمك ولا غنصيفطك تربى في الكاشو وانت راه ما كنخافوش من الحجر اللي جاي لهنايا كنقلب عليه. خلعتيني شنو خلعتيني صافي غاتهز يدك برا اخرى غنقطع عليك. اشنو دوزنا انا وياك ماشي القليل ها دوزنا الحبس دوزنا تمار انا وياك وكيخطرتيني يا ولد كلثوم. الحبس هو اللي غنرجع فيه مره اخرى وكنقول لك بوي ما تزويغيش على فمك ولا غنخسر لك وجهك. ها هو وجهي خاسرو ها هو وخاف على وجهك انت. خلينا ندويو كريم خلينا ندويو كريم. ما تدويش معايا انت غدو معايا وجيب معاك وجع الحبس هذا ميخي ميخي. شنو؟ شنو؟ شنو انت يا صاحبي؟ خليه يموت. كيفاش خليه يموت يا صاحبي؟ ولا يمشي جهنم. جهنم غنمشي انا وياك يا كريم ليها. وقف ندوي معاك. اش بغيتي؟ بغيتك مازال تصنت ليا وبزز منك غتسمح لي. دوي راجل المدام. هادشي علاش تجي معاك توجه الحبس هذا؟ وجه الحبس كل جابوا للدرب النهار الاول انا اللي جبته ولا انت؟ ديك خليت لكم الدرب وخليت لكم كل شيء. علاش تابعنيش انا؟ انا شبالي؟ سعاد يا كريم. سعاد؟ اه. سمحت فيك؟ سعاد غتنساه. كيسحب كلام هور. ناعس على جنب اليسر صاحبك ما عارفش امك كتصيفط هي اختك كيعمروا لها فراسه. شتي انا الا بغيت سؤال ما غنصيفطش لها امي ولا اختي غنقول لها الو غتجي تزري تلاح عليا. نضربك يا كاري. ضربني. نضربك. ضرب. ولات فيك النفس دابا علاش ما درتيش هاد النفس في الاول وما تاخذش الشياطه ديالي؟ كدوي على مرتي خايب وقدامي يا كريم اصاحبي. كانت غتكون مرتي قبل ما تكون مرتك انت. يا مشيتي وخليتي يا صاحبي. العيالات ديال الدنيا كامله اللي لقيتي سعاد تزوج بها. ها؟ برك رجعت. رجعت باش نتزوج بها وندير معاها الاولاد. كنلقى صاحبي عشيري اللي بحال خويا واقف في الدوره كيتسنى ياخذ بلاصتي. الشيء اللي ما عارفش يا كريم خصك تعرفه. سعاد بغيتها قبل منك. شنو؟ شكت خربق؟ بغيتها قبل منك سعاد. وبقيت ساكت. مشيتي دويتي معاه انت صاحبي وخويا كملت في قلبي وسكت. تخرب يا اخي شنو باغي دابا شنو؟ ما كتفرق معايا انا وداك بنت الناس اخويا. تفرق معايا ما بغيتش نسمع سميت كريم ما بغينا حتى اخبار عليك اخو ولا راه واحد فينا غيتخص. شتي هذه اللي ما غتكونش ليك. غنخليك تندم على النهار اللي تزوجتي بها. غنخليك تعيش معاها وفي حياتها راجل اخر وانت غتبقى ديما رقم زوج في حياتها. اضرب فؤاد
مالك سعاد شنو كاين؟ وانا كنتقطع. شنو عندك مالك؟ ما تفكرش يا امينة.